تعالوا بقى مع بعض نشوف وصفة اللحمة بالرمان. معانا هنا مكعبات لحمة انا جايباها بتلو، معانا دبس رمان، معانا عصير رمان من غير سكر، معانا رمان. بما ان ده موسم رمان فانا يعني هعمل لكم حاجات كتير بالرمان الايام اللي جاية. معانا بصل وثوم وزبدة مع زيت. اول حاجة هعملها ان انا مسخنة الطاسة كويس جدا جدا جدا، هحط كده الزيت وهحط الفلفل الاسود كده، هرشه كده على كل الطاسة وبعدين هنزل اللحمة نحط الثوم ونقلب وبعدين احط البصل احط جوزة الطيب بس، واحط لها شويه مرقه صغننين كده واسيبها تتحمر شويه كمان. هبتدي بقى احط عصير الرمان. اللحمه دي زي ما قلت لكم حطينا الاول زيت وبعدين حطينا ثوم مع بصل، ودلوقتي بنحط عصير الرمان كده مع دبس الرمان. عصير الرمان اهم حاجة يبقى مش مسكر. نحط بقى ملح فلفل اسود ونقلبها كده بس، واول ما تغلي والميه او العصير ده يتشرب يعني عايزاه يبقى اتقل من كده شويه نبتدي نقدمها. هنسيبها كده مثلا 10 دقايق. طيب نبص كده على اللحمه، تمام شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ انا عايزاها اللون ده. نبتدي بقى نغرفها.